اش بيك الهدي اش فماش صار؟ اسمعي راني غادي نمرش يقول لي شاشي لك على خاطر مولاي راه عرض واحد السيد يا راني شايفاه يا ما راني شايفاه. وشنو هي المشكل؟ كيف هذه وراه المشكل؟ اسمعي حرصي تهضر قدامها ولا تغطي في مولاي قادر يكون ما نعرف شكون. انا ما عندي منيش نخاف اصلا ما نحكيش على الناس انا وخاصه مولاي. اما انت رد بالك على روحك مكل الفول اللي تسمعه تقول والقضية ما عندك ما تقذيلي والضيف تنطيب له مكلة تهبل. السلام عليكم. هو أهلا بيك يا عزيز أهلا بيك مرحبا. الله يعيشك ربي يعيشك الله يسلمك. تعرفيه؟ أوه شكون ما يعرفوش عزيز بوكروني ممثل كبير. آه صاي صح صاي 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 فكرتو؟ لا ما عليش نوري راح ترقد كي تفطن تفكرني. اه في هذه عجبتني اي قطبت يا سيدي شرفتني ونورتني ومرحبا بيك. الله يسلمك يعيشك ومرحبا بيكم زيدا في حلقه جديده من كوجينه عاشور. كما شفتوا الضيف متاعي سي عزيز بوكروني وباش نعمل لكم ماكله ياسر ياسر بنينه ما تزبيوش وما تمشيو لحتى بلاصه. عزيز بوكروني شرفتني ونورتني مره اخرى والشرف ليا. مرحبا بيك انا فرحانه اللي انت حضينا. يعيشك. باش ندلك اليوم باش نعمل لك اكله نتصورها تعجبك مدربل بالمرقه البيضه والدجاج. صح هذه اكله يعني لا باس بها. تعجبك؟ تعجبني المدربل. اي بي المقادير نتاعها باش نقول لك عليهم باش نستحقوا للبتنجيل اللي هو اساس الاكله هذيا وباش نستحقوا للدجاج والثوم والحمص وهذه معدنوس من بعد تنزينوا بيه ولهنا الفيح اللي عندنا قرفه وفلفل لكحك وملح وكرويه كرويه. عندنا هنا شويه خل اللي باش نحطوه في المرقه في الاخر بالكل وهذيك علاش تو باش ناخذ الطنجره نتاعي وباش اول حاجه نعملها انا في العاده سي عزيز نحط كل شيء على البارد باش ما نقليش. وعلاش ما تديروش الزيت ولا لا لا نحط الزيت ونقلوهم شويه في النار باش نحط كل شيء على البرد باش نبعد على التقليه والزيت كي نقلي الحاجه. اليوم العكس خاطر حاجتي بالسمن يذوب اعطيني المعرفه هذيك. هذه اي هذيك ايوه تفضلي نحط شويه سمن باش نحط معاه الزيت ونخليوه شوية على النار مادام ذاب السمن. اي تقلى على النار المرة هذه باش نقلي عادي ما تقليش باش نحط هذايا يذوب السمن وانا نفوح الدجاج انا وياك ونوريك كيفاش. اوكي هذه الطنجرة نتاعنا حطيناها على النار. سي عزيز درتي زيت وسمن سمن وزيت علاش قولي عليه ما باليش السمن يقدروا يطيبوا فيه في بلاصة الزيت. لا لا خاطر كي يبدا وحده ينجم يعطي لون هكا يغمق ويولي يتحرق. حطوا معاه شويه زيت ويعطي ذوق يعطي ذوق واحد اخر كذلك. علاش تذوق اليوم وتقول لي تو تاكل صوابعك وراه. اي اوكي. اوكي احكي لي توا على الجديد نتاعك يا سي عزيز. جديده وقاعدين يجزوا افلام مسلسلات بينها كاين بابور لوح عندي كذلك مسلسل ايام كذلك كاين اون سيري يعني حلقات اللي اسمها احوال الناس هذا هو معناها باش يتمتعوا العبيد بالفرجه. بيان سور رمضان لابد انه الناس تتمتع وتشوف وتختار الافلام اللي حابه تشوفها. اي ان شاء الله ربي يوفقك. عايشك باش نعملوا الدرسه تعرفها ما؟ دوكا راح دير الدرسه. اي خاطر باش نفوح الدجاج نتاعي دونك باش نحط باش ديري له؟ باش نحطوا الثوم. ايه ومن بعد تفوحيه. الثوم واللفاحات اللي حكيت لك عليهم القرفه والكرويه والفلفل الاكحل وشويه ملح. باش نحطوا خاطر هنا الملح يذولي برشا نحطوا اللفاحات هذوما وشويه الملح ونحضروها باش نفوحوا الدجاج نتاعنا. حنعملوها هكا. ومع التلفزه عندكش حاجه سينما؟ عندي افلام عندي افلام كثيره في السينما. وخاصة كان الفيلم السينمائي الأخير اللي كنت شاركت فيه
هو إليوبوليس للمخرج جعفر القاسم اللي مازال ربما في الايام الجايه راح يعرض على في القاعات يعني قاعات السينما. اي زعما كان نقولوا المولاي يجيب لنا الفيلم يجيبوه ولا يقدر يجيبوه نتصل به من بعد كي نتعشى معاه نقول له نتكلم عليه لا حبي احكي معاه والله قول له خليه يجيب لنا حتى احنا نتفرج والله على الاقل يجيب لكم يحط لكم رونتيكو هنايا يعيشك وانتم تكتشفوا هكذا وش هو الفيلم وش هي السينما وش يا خو بخاطرك الله يسلمك اللي هي حاجه حلوه خلاص وكيفاش بديت انت سي عزيز التمثيل؟ لا التمثيل انا راهي مده طويله 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 كيفاه بديتها؟ بديتها كنت صغير ان جون في 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 فرقه يعني هاويه بديت طول تلفزه؟ لا 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 تلفزه والافلام السينمائيه هذيك من بعد هذيك يعني بعد تقريبا نقدر نقول بدايتي كانت في بدايه الثمانينات يعني في لي زاني 80 من بعد باش السينما والتلفزيون كنت بديتها نقول في اواخر التسعينيات باش بديت مالا؟ بديت بالمسرح المسرح بالمسرح بديت في فرقه هاويه تاع المسرح الفرقه اللي كنا نقوموا باعمال مسرحيه كنا نقوموا بجولات كذلك عبر الولايات علاش كنا ما عادش ما عادش توا لا دوك مش ما عادش انا ربما مسرح ما خطيتوش ولكن صح عندي مده ما رتش يعني ما شاركش في 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 مسرحيات او في اعمال مسرحيه عليه لانه ربما مش عارف التلفزيون والسينما خدالي وقت في السنوات هذه الاخيره وكل عام نقول بالك العام هذا الواحد يعاود يجدد روحه في عمل مسرحي يعني جديد ما لقيتش الوقت والوقت ما كفانيش باش ولكن ان شاء الله المسرح يعني راح انا متمني اني نعاود نرجع في عمل او أعمال مسرحية يعني في إذا تعمل مسرحية أنت فيها كيف كيف تدخل المولي وقل له بربي خليهم يشوفوا العمل خلاص العمل حنا نجيبوه إيه حنا نجيبوه ونقدموه لكم ونعرضوه لكم هنا في القصر خلينا نعيشوا هكا ونتفرجوا ونشوفوا خاصة عندكم هنا في هذا المقام هذا الجميل يعني والله فريمون كوزينه يعني هايله 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 عجبتك عوي عوي وبعد الماكله تعجبك شوف خليني نقول لك الدجاج حطيت الدرس اللي عملناها باش نحط توا الدجاج نتاعي في الصاله هيا خلي روحي عدين الدجاج باش ياخذ اللون اكل مزيان اللون الدوغي هذاك ايوه تاع الزيت والمسمن المسمن والسمن والسمن الزيت والسمن جست باش يتقلى شويه بركة وباش نمرق المرقه نتاعي الطيب انت عزيزه انا في الحقيقه ما نطيبش ولكن ربما كنت مطيب بكري كنت عازب مي طياب خلوطه كيما نقولوا احنا كيفاش طياب خلوطه ما باليش احكي لي بالديتاي هالخلوطه هذه كيفاش صبيت انا تاو الماء مرقتها باش نحط الحمص هاي حطي الحمص وانا نحكي لك ما الخلوطه هذه ما باليش تحكمي حبه بطاطا حبه زروديه حبه لف تمرقيها كيما درتي انت درك ديري لها شويه زيت ديري لها شويه ملح شويه كمون ومن بعد ترميها وديري الماء وتخليها تجمر يعني تخليها تطيب على النار يعني الخضره اللي عندك تقصها وتحطها هذاك مكان نملحها وندير لها الكرويه وهاد العفايش كنت ديرهم الثوم والكمون ومش عارف واش باذنجان دي فوا اي حاجه اي خضره يعني حبه نتاع خضره نلقاها نقطعها نشللها نقطعها هيا ونرميها لداخل داخل الطنجره وكيفاش تجي مطعمها؟ والله العظيم نخليها تطبخ مليح انا عباك نحبها كيش نقولوا احنا طيب معقده ايه تعقد مليح ايه حتى لاصوص هذيك تولي يعني خاطره ايه يبقى كي نشوفها خطرت نشوف كل شطاب نحطها
ونسربي في الطبسي ون... الله الله. وما تعرف تعمل كان الخلوطة هذه نتاع؟ اوف كاين القليه، القليه سهلة هذا بطاطا قلي بطاطا قلي شحال. انت عازب طيب، علاش توا وانت متزوج؟ ما مانيش عارف، ما هكذا ما هكذا ما ما جاتنيش اني نحب لي 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 بلا. تحب الماكلة؟ نحب الماكلة، نحب لي 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 بون بلا. معناها تدخل للكوجينة باش مين ندخل؟ ندخل لها تقريبا باش ناكل هذا مكان، ولكن سينو راني قاعد ندور هكا ولا ندور تحوس سيتو. نطل نطل كاش ما كاين واش كلمة واش ماكلة اليوم. شنو أحسن حاجة يطيبوها لك وأنت تحب؟ نحب بزاف، وعلى بالهم بزاف كثير ناس على بالهم بلي نحب المسفوف، خاصة عندي في الدار زوجة على بالها بلي نحب المسفوف، المسفوف بالبن و الله يخليها. الله يسلمك عيشك. وقداش عندك صغار انت؟ عندي زوج بنات تبارك الله. عندي مريم وغنية. فضلهم الله يسلمك. مغرومين شوية بالفن كيفك ولا لا؟ الصغيرة وي، الصغيرة مغرومة بالفن، تحب مايلة عندها ميول يعني. باش مغرومة؟ مغرومة بكل ما هو تمثيل خاصة. تمثيل تمثيل خاصة. مالا مغرومة بيك انت تلقاها؟ اي ما نبلاش، يقول لك عند كل فنان ربما كان من عائلته انه يخرج واحد او زوج، هذه معروفة يعني. اي لا عندها موهبة صغيرة، هذه عندها موهبة. اي ان شاء الله ربي ينجحها. ربي يعيشك. وهذا العام راح تفوت تفوت الباك تاعها. ان شاء الله مبروك. ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقك ان شاء الله تنجح بالنجاح. ان شاء الله تحكي عليها بمحبه كبيره بنتك. بنتي نحبها يعني، انه بنتي وبناتي في زوج يعني، هما بناتي ما نقدروش نتخلاو عليهم. لا مش نتخلاو عليهم، ظهر تحبهم. مين نحبهم؟ صح نحبهم. بيان سور باسكو سي مي في. ايه هما بناتي. كيما انت نوري يوم صباح قاعد رحمه ولاش ما بليش وين راح. نوري هكيكا ديما، نوري خليني في الكوجينه وبعد يقول لي هاني مشيت نقضي، هو ما نعرفش علاش يعمل. وتضلوا انتوما بيناتكم كي لقطوا الفار، ما فهمتش هذه. الله غالب، هو يحب هكا، اش تحبني نعمل؟ ها؟ اش تحبني نعمل؟ ريتو كيفاش طبيعته، ريت كاركتيرو. لا لا والله غير واعر. مش واعر واعر، انا استقبلني يعني استقبال يعني لاباس به. معاك انت ورحب بيا وتفضل ومنا وشكون انت؟ قلت له ياودي اني معروض عند السلطان تاعكم. انت تراه النوري ساهل؟ والله انا يبان لي انسان طيب، ولو عنده يعني سون كاركتير كما نقولوا احنا. انت صعيب ولا لا؟ لا مو صعيب كاركتير تاعي. ساهل؟ يعني اللي يفهم الكاركتير تاعي ربما يفهمني انا كيفاش حاب نكون، كيفاش حاب نتعامل مع الناس، والحمد لله. يعطيوك ادوار تاع واحد صعيب يمكن في هذه؟ صح في هذه اللي مازال ماشي ما فهمتهاش انا، فاهم على كل حال، ولكن متمني متمني فاهم علي. مش عارف يقول لك البروفيل تاعك يعني يليق يعني يوالم في الادوار نتاع ناس هكذا حاقده، ناس صعيبه، ناس. وانت تحب تخدم ادوار اخرى نوع اخر؟ طبعا طبعا، ما كاش ممثل ما يحبش يدي ادوار مختلفه. صح الادوار اللي مضار يديهم. لكن كانت ما نقولش باللي كل اعمال ولا كل ادوار اللي اديتهم كانت صعبه. كان ادوار، وان كانت ادوار يعني ممتازه يعني في كان في جانب اخر يعني سي نوتر بروفيل. شوفوك طيبه ونسميه طيب. كاين اعمال وين كنت انسان طيب ايوا وانا طيب يعني ما عنديش. لا انت طيب، انت نسمة هكا عفوا كل شيء. عزيز تقضي في رمضان، تمشي للمرشي، تمشي للسويق؟ القضيه نتاع رمضان نتاع القضيه اليوم يعني. انا ما نقضيش. ما تقضيش لانه ما عندكش معناها البليزير نتاع السوق البليزير تاع السوق دوك نجيك. انا لاجوني يعني القضيه نتاع رمضان نتاع الصباح وكذا انا ما نقضيش. المدام هي اللي تقوم بهذا الشيء. ولكن كاين حاجه سيك رمضان نحب ندخل اسواق العشيه. وفان جورني وفان جورني جادور اني ندخل للسوق باش ندي كيش يقول لك كنت شاها. عندي حاجة اللي ربما
مش عارف بعد رمضان باش يقولوا لي عليها ومعروف بها هي الخبز. ايه الدرو تشري الخبز. الخبز نروح نحوس كل بولون نجي نشري خبزه، نشري مدور، نشري الطويل، نشري القشين. يعني ندخل والله ندخل للدار باربعه خمس خبزات، سته خبزات. ايه في النوع يعني باند باند كومبان ولا البارون هذاك. ماونيس لي باكيت صغار هذوك تاع الشوربه اللي ياكلوا بهم الشوربه، يعني مانيش عارف الخبز الغرام بالخبز. ونحب نمشي في الاسواق ما حتى ولو ما شريت الخبز نشريه سيسور. يعني رافد الخبز وين نمشي؟ ما على باليش. هذه من بكري يعني ملي كنت صغير نحب ندخل السوق مع اخر يعني ساعه ساعتين قبل الفطور. باش تجي انت ولا الفطور قد تشقى الفطر تقريبا هذه، ولكن كان واحد الحلاوه فيها ما على باليش واش ما جي با كومبري، مي كان واحد الحلاوه، كان واحد الجو، كان واحد الريحه كذلك. جو رمضان، جو تاع رمضان اني نستمتع به في هذا في هذا الوقت هذا. وانت تتشهى ياسر في رمضان؟ تتشهى ايوا من معذبها مرتك لي باتيسيري. لا القلب اللوز لابيا لا باتيسيري تو سكي لاخرج نجيب، ومن بعد نحطو بعد الفطور يا ربي لوحدي ذاك المرسول عادي. يعني قبل ما تخرج تبدا تقول لها مثلا اليوم طيب لي هكا، عمل لي الماكله الفلانيه. لا 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 في هذه الدباره ما تقلقش فيها. لا لا ما واش نديروا اليوم ولا واش ديري لي هذه اليوم ولا حاجه، هذيك ما عنديش. اي به تتسمى منعت. ما عنديش مشكل فيها. اي به يا سيدي حطينا المرقه كما شفت قاعده. ايوه دوك نشوف قطعتي الباذنجان ولفت. واش هو ثاني؟ الباذنجان هذا ثاني باذنجان. الخيار لا باذنجان. هذه الغامقة وهذه الأحمر. داكور أي بلي شغل لفت هذا. بتنجل. بتنجل أوكي. مش هكي كان زينه ما خضر وحمر. مش نقليوه. أيوة دوكا زيدي ترميه. مش نحطوه في المرقة وبعد نشوفوها كيفاش. صح كان حاجة ما درتيش الماء يديروا الماء. ما لمكش ليه بيا ريت تروح. لا ما واش راني نشوفك. قلت لك هاني ماشي انا مرق وصبيت المرق الماء وجيت. وانا قبيل كي قلت لك انا كي ندير الخلوطه نكمل وندير الماء قلت لي لا احنا ما نطيبوش نخليه يتقلى برك. هذه خاطر فيها دجاج. يطيب حتى لين ينشح الماء. اما انت فيها خضره. تغلى يعني كيما يقولوا. تغليوها. اي. صح. انت خضره تصب في الماء الوي. هذه خلوطه اسمها. ايش انا قلت لك الخلوطه اللي نديرها ندير الماء مع الاخر. انت كي درتيه في الاول مش خلوطه. انا مدربل بالمرقه البيضاء والدجاج. يلا عرفت نزينوه تشوفوه. درك نشوفوا الباذنجان راح يتقلى. يتقلى تري بيان. اقعدوا معنا ما تزابيوش وما تمشيو لحتى بلاصه. هذا المدربل بالمرقة البيضة والدجاج، ريتك الزينة اللي فيه؟ لا ريشاهي، مش كي راه يصح للعاشورة. صحة وبالشفاء. الله يعيشك. نوري أخاف روحك يا ابن عمي، راه قريب أدن. بيه. نوري. سي عزيز كيرك. لاباس. وأنت؟ على بالك بلي عندك الحق. علاش؟ كي لقيت فكرتك. عيا بيه وصلوا للديوان فثني احكي له كيفاش تفكرتوا. مرحبا بيك وشرفتني ونورتني راك عزيز وغالي. ربي يعيشك وشرف لي انك استقبلتني انت في الكوزين. شهية طيبة. ربي يعيشك. تفضل. اي قول لي سي عزيز بين سقسيك هذيك البنت اللي دوموندتك الحانوت تاع كوزميتيك في سونتر فيل كي درت معاها؟ عندك يسمعك عاشور بالك. قولك مهني. يلا. هذه حلقتنا اليوم إن شاء الله عجبتكم والدبارة زيدا إن شاء الله عجبتكم. غدوة في نفس التوقيت استنيونا. شي هي طيبة وصحة فطوركم.
دربل بالدنجل بالدجاج، نستحقوا 4 فخاذ دجاج، مغرفة صغيرة سمن، مغرفة كبيرة زيت، للدرسة نستحقوا راس ثوم منهرسوه مع مغرفة صغيرة ملح ومغرفة صغيرة كروية، فلفل أكحل، ونستحقوا الحمص، نستحقوا القرفة طريف مرحية، ماء باش نمرقوا بيه، بالدنجل نقصوه دي غونديل، ومغرفة صغيرة خل باش نحطوها في الأخر بالكل، وبصلة مرحية. طلع طلع اصبر الباجي عندي الباجي اصبر تقتلني اصبر اصبر كيش دخلتها هذه كيفاش ايه الباب ايه ما من دخلتها ماشي وحدي مع الحراس قولي محمد بن سقسيك مين تخدم اكتر يخلصوك مليح ايه ودي لا خلصتك مليح لا